مشاهدو قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من طريق الزمور. واحد المتسول دار حيحة ودار روينة مع رجال الأمن هنا بمنطقة أوفا طريق الزمور بالضبط، والعناصر الأمنية تمكنوا من الإيقاف ديالو، وفي الأثناء غاديين به للدائرة الأمنية باش غيديروا معاه الإجراءات القانونية. كاينين هنا المتسولين اخوتي اللي دايرين الفوضى ودايرين الروينه في طريق الزمور، فالبوليس دايرين خدمه نقيه ودايرين حمله على المتسولين اللي كيجيو لهنا لطريق الزمور وكيديروا الفوضى. فبرافو برافو لرجال الامن على المجهودات اللي كيبذلوها من اجل المصلحه العامه، وحاليا ما بقيتيش كتعرف شكون غادي تيق وشكون غادي تعاون. فحمله كبيره على المتسولين هنا بمنطقة أوفا مدينة الدار البيضاء. شوفوا شنو واقع الإخوان، شوفوا شنو واقع الإخوان هنا بمدينة الدار البيضاء. رجال الأمن دايرين حملة على المتسولين، واحد المتسول ترمضن ودار روينة في الطريق، والبوليس تمكنوا من الإيقاف ديالو. دار روينة في طريق الزمور، دار روينة وسط الطوموبيلات، والبوليس شدوه. راه غاديين به دابا للدائرة الأمنية، وأي متسول كيشدوه حاليا بمدينة الدار البيضاء. حملة على المتسولين بالعاصمة الاقتصادية. ستافين اللي لقاتو كيدير اولا كيمتهن تسول فراه كيديو، وهذا اللي تشد دابا كان داير روينة في طريق الزمور، دار روينة وسط الطوموبيلات، والبوليس داروا التدخل ديالهم على اكمل وجه وشدوا. فمؤخرا ولات واحد ضجة كبيرة على المتسولين، ما بقيتيش عارف شكون اللي محتاج وشكون اللي ما محتاج، لأن خرجت واحد المتسولة في لايف كتقول بأن تسول كاينين طلابات اللي عندهم ديور عندهم طوموبيلات ولاباس عليهم. حاليا البوليس دايرين حملة كبيرة على هذا الموضوع هنا بمدينة الدار البيضاء. الله يوفقهم يا ربي، الله يسهل عليهم. واللي دار الذنب يستاهل العقوبة، اللي دار الذنب يستاهل العقوبة. ما بقيتيش كتعرف شكون غادي تعاون من شكون اللي ما غاديش تعاون، ولو كيبانوا كلهم بحال بحال، والناس اللي فعلا محتاجين ما كياخذوش حقهم، والناس اللي ما محتاجينش هما اللي كتلقى كيعاونهم الناس وكيتفرجوا عليهم. فدابا دابا دابا حاليا بمدينة الدار البيضاء منطقة أوفا عين دياب، البوليس دايرين خدمة نقية، دايرين خدمة نقية ديال بصح. فحتى لهنا غادي نوصل على نهاية هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله، تبقاو على خير.